في قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نعدها من الكبائر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل هناك مثال على هذه الأعمال التي احتقرها الناس فعدها أولئك كبائر على عهد النبي؟ صغائر الذنوب كان الصحابة يخافون منها حتى ينزلوها منزلة الكبائر من باب الخوف منها وتعظيم طاعة الله عز وجل، هذا من زيادة الإيمان وقوة الإيمان والخوف من الله عز وجل، أنهم لا يتساهلون بالصغائر. فإذا كانوا لا يتساهلون بالصغائر فما بالك بالكبائر، هم أشد تجنبا لها. نعم.